الأمر واضح بأنه يتعلق بخلية إرهابية. الفيديو الذي نشر يبين بأن هذه الخلية لها ارتباطات بتنظيم داعش. الكل يعرف بأن تنظيم داعش كان يحرض ويطلب من مجموعة من المقاتلين الإرهابيين المفترضين الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى سوريا والعراق أن ينفذوا فوق أراضيهم. داخل هذه الخلية هناك شخص حاول الذهاب إلى سوريا واعتقل وسجن موجود، إذن هو نفذ وفق ما سطره تنظيم داعش. ولكن لما نتأمل هذه العناصر المؤشرات هنا، اختيار جنسيات بعينها، جنسيات اسكندنافية. المسألة الثانية اختيار نواحي مراكش، مراكش بكل دلالتها التاريخية والسياحية. اختيار هذا الخط السياحي، طريقة التنفيذ، تسجيل فيديو ومحاولة نشره تبين بأنه وراء هذه الخلية المكونة من 4 أشخاص يوجد عقل مدبر. أكثر من ذلك أن الإشارة المرتبطة بركوب حافلة ومحاولة التوجه إلى الجنوب تبين بأنهم كانوا يحاولون القيام بعملية أخرى. لهذا أجهزة الأمن نجحت وتدخلت بسرعة كبيرة للحد من خطر كان متوقع قد يكون أكبر. مسألة أخرى أن الذهاب نحو الجنوب يدل على أنهم كانوا يبحثون عن منفذ الخروج من المغرب، وهذا يطرح سؤال علاقة هذه الخلية بتنظيم موجود في محيطنا، محيط الإقليمي، قد يكون هو تنظيم إمارة داعش في منطقة الصحراء والساحل. أكثر من ذلك الملاحظة التي ينبغي الانتباه إليها بعد هذه العملية، وهي أن هناك انتقال في الظاهرة الإرهابية أو الإرهابيين المفترضين من المدن وأحزمة المدن إلى القرى، بمعنى هذا الانتقال في عملية التطرف والانتقال في إرهابيين مفترضين قد ينفذوا، وقع انتقال نحو القرى، وهنا يزداد درجة الخطر. هذا مع ملاحظة أن الخطر في كل دول العالم هو متوقع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.